بالخضر، احنا هو طبق يماني، احنا داكور. الخضره هي نقلوها. يماني اه وي سي اختنا اليمنية وتلي. احنا الكبده هي نشوها ينقلوها صح. ينشرملوها، لكن هما يدخلوا عليها الخضر يولي طبق بزاف بنين. هنا واش نسحق في لو بلا ديالي؟ نسحق كبده اكسسوا، هما اون جينيرال يديروها بكبده تاع الدجاج. انا لهنايا درتها تاع لادنت، وكل واحد واش يحب في الدار، حب تاع البقري غلمي، كل واحد ومقدوره كيما نقولوا. هذه لكن هي الوصفه تندار بالكبده تاع الدجاج، داكور، اسموها كبده الشيباني. شيباني تاعهم هما يقولوا الشيباني. واش فيها لهنايا؟ عندي كبده لهنا، كان عندي قلب تاع البقري زدتو معاها، لعندهم القلب ولا يقدروا يزيدوا معاها، يعني يقدروا يزيدوا كيما يقولوا هذوك الاحشاء. فوالا هذه هي. هنا عندي حبه بصل نقطعها جوانح، بصل عادي مدور. لهنايا عندي زوج حبات بطاطا نقليهم فخيت، نقطعها وشنو رقيقه شي خشينه تتقلى فخيت مليحه هكا، كبده بلي فخيت وخضره. صح صح، كيمشي خير من كل حاجه وحدها. فوالا سي سا. هاد البطاطا نقطعها دي فخيت. لهنا عندي زوج حبات بصل طويل، كي ما يكونش متواجد يقدروا يستغناو عليه. داكو. حبه مدوره وزوج بصل طويل، يعني هذاك الخضر. فوالا فوالا وقته هو هذوك، نسميه طويل باش ندير لا ديفيرونس. وهايله باكي نلقاوه بزاف في السلاد ديتو، يطيب لنا وحدها سبحان الله. قلت لك لهنايا عندي حبه فلفل صفراء، هو يجيب الفلفل بلي كولور، هذا هو لو برانسيب تاعو باش نشوفوا هذوك لي كولور مع الكبده. لكن اللي ما عندوش يقدر يدير غير فلفل خضر ولا احمر، هو اللي متواجدين بزاف في الاسواق. عندي لهنايا حبه فلفل صفراء، حبه طماطم مقطعه مربعات، هاد لي فلفل نقطعهم كامل كيما قطعت لي فخيت كامل. يعني طوال. فوالا نحاول نديرهم ديمونسيون وحده باش لو بلا تاعي يجي مشكل. حبه فلفل صفراء، حبه طماطم مقطعه ومتيدي، حبه فلفل خضراء، حبه فلفل اورانج. انا لقيته متواجد في الاسواق مزيه. فوالا راهو متواجد في الاسواق. وشنو السعر تاعو؟ شويه غالي على الفيغ دونك. صح، واحد يشري بالك يقدروا يشرو ثاني بالحبه ولا غير يشري بالحبه. يشري حبه ولا اخر، ماشي غير لي كولور، ميم البنه تاعو رائعه. يعني واحد الحلاوه للطابق سختو الغوج. انا في بالي الفلفل كامل عنده ذوق واحد برك لي كولور. ومن بعد ذوقيهم تشوفي باللي سختو الغوج يمد واحد الحلاوه. لو بلا تاعنا. عندي حبه فلفل رايحه لورونج، عندي المعدنوس، وحبه فلفل حمراء. بوغ لي زيبيس نسحق ثوم، عبالنا الكبده تحب الثوم. ثوم شحال درتي شاف ناديه؟ درت واحد 6 سنينات كانوا فريمون كبار. عندي كمون لهنا، عندي مكعب مارق دجاج نحب نديرو باش يزيد لي البنه، الفلفل الكحل، وبيان سور الملح. حاجه خفيفه سهله هاي تبان لي، انا اللي ما نعرفش تبان لي حاجه سهله. لهنا واش نديرو؟ نقلو الكبده تاعنا وحدها. داكو. نقلوها شغل حلو. خليك تبداي تقلي ولا هيا. داكو تفضلي. اش شابه لا يسلمك حبيبتي، عينيكم الشابين. يسلمك تعيشي. تما دوكا نبداو نقلو الكبده تاعنا. واش نديرو باش ما طيبناش بزاف؟ انا شحال تقدري ديري قلتي لنا ولا انا ما سمعتش بالك؟ على حسب افراد العائله. على حسب افراد انا لهنا عندي تقريبا كيلو ورطل. انا درت على داند لانه يقولوا فيها فوائد بزاف بزاف هايله. صح، واللي عنده تاع الدجاج ولا بكري ولا غير يقول لك تاع الدجاج جيتو مليحه لا مي تو سا دونك بالك سي لا ميم شوز. لا لا سيغمون، مي قال لك تاع داند لي اكسيلون. فوالا سي سا. لهنا واش ندير؟ كيما نعرفوا الكبده ما فيهاش روح، لو كان نخلوها طيب مع هادو كامل راح تحرحرنا. واش ندير دونك؟ بريفير نطيبوها وحدها. نطيبها ماشي حتى طيب فريمون، شغل نشويها نعطيها شغل هذيك شغل تحرق لي شويه ونحيها وحدها ونخليوها ونمرر. نحط البطاطا تقلى وحدها، ومن بعد ندير الحبه تاع البصل هذه حتى تدبل لي مليح. داكو. نضيف البصل الاخر، نضيف الثوم، ونضيف الفلفل كامل لي سوخت. واش الفلفل؟ نو طماطم ما نديروهاش. طماطم لا لا، توت سوخت تاع الفلفل نخليهم يتقلاو حتى يدبالوا. داكو. بعد ما يدبالوا نضيف لهم طماطم، باسكو طماطيش تطلق الماء، نخلوه ندير لي زيبيس هذاك مكعب مارق دجاج ايتو. داكو. فريمون واحد الفنجان تاع ما ماشي فنجال كيما ما عارفين تستعمليهم هكا صغير برك. ما تمرقش شغل هي البنه تاعها شغل تقليه عاديه ماشي. دونك كاين سمحي لي برك شاف ناديه تفضلي بيان سور نحطوا برك المشاهدين في الصوره. قالت لكم شاف ناديه الكبده هي اللي تديريها وحدها ولي فخيت هما اللي وحدهم. لي فخيت يتقلاو وحدهم عادي لانه يشدوا شويه الوقت، ماشي كيما الفلفل تمتم يدبال. والكبده ثاني والكبده نشويها وحدها ونحيها في هذيك المقله اللي طارت فيها الكبده، تسمى هذوك السكريات تاع الكبده نعاودوا نحتفظوا بها. نحطوا الفلفل كاع الانواع تاعها. فوالا نبداو بالبصل حتى يتكراميليزا بيان. لازم يتكراميليزا، هنا لاسوس تاع الوصفه هذه يتكراميليزا باش نضيف لي زوتر انغريديون. وشنو ما نديرش؟ طماطم. طماطم هي الخرانيه كامل. نضيف طماطم، نضيف معها لي زيبيس، ندير هذاك الفنجال تاع كاس تاع الماء. داكو.
نغطيهم ونخليهم يطيبوا تخي تخي حتى يدبل هذاك الفلفل ايتو لي فخيت تكون طابت نضيفها لهاد لابتيت صوص ونضيف لها الكبده نخليهم يتقلاو واحد جوج دقائق ديال الكبده نديرو انا نتمنى تكون قلات تسخن باش ما تسخليش الكبده ما تسخنيش عليا انا نقدر ندير في الزيت بارد نورمال تلصقنا لو كان فوالا داكو فوالا تخي بيان كيما لهنا نديروها في مقله سخونه باش تخففها داكو كيما نعرفوا الكبده لو كان طيب بزاف حتحرحرنا دوك غادي نشوها برك ما نخلوهاش طيب ماشي لازم طيب نشوها باش دي هذيك البنه هذيك البنه تخليها لنا في المقله بعد ما يتحمصوا لنا هادو يدبالوا تخي تخي بيان ولي تخي تطيب نرجعوا كلش في مقله واحده نديروا المعدنوس ونغلقوا عليهم ونخليهم يتشربوا هذيك لابتيت صوص هذا هو طبق يعني ماشي واعره بزاف خفيفه ظريفه خفيفه ظريفه ومن بعد تيك على فا يكونوا كامل الانغريديون كيف كيف فوالا هكا شغل شادين روحهم ولا نورمال هي كيفاش تجي على فان ولا تخلينا نشوفوها سيربريز خليها تشوفيها باش ما يبداوش يتخايلوا الناس يشوفوها ثاني حاجه لا لا تي نشوفوها كبدا ونشوفوا دوك الكلاب باسكو انا اللي نشوف فيها شغل واش كيتيماجينيها جو سي با شغل ماشي شاده روحها هي تجي نورمال ما تجيش اون صوص هاديه تي جو تكتب ولا خبزه ولا ما تجيش نو ما تجيش خبزه تجي طبق نورمال كما رانا نشوفوا هنايا نشكروا المخرج ديالنا محمد امين جنادي اللي بدنا دائما لي بلون على الاطباق ديالنا لهنا نكمل نقلي هاد الكبده ديالي نسيت ملح المائده نقليها ما نحركهاش بريفير ندير لها غير هكا لانه الكبده ما فيهاش غير كنبداها بالبلا كولور تاعها واقيلا نحوها نخليها شويه تقريه شغل تتحرق لي تبان لك نحيها هذيك المقله اللي نطيب فيها اسمها البلا هي كامل قعدت في هذيك او ميم طون نكملوا نديروا نحط لي فخيت تاعي لي فخيت فوالا باش نربحوا الوقت ثاني نديروا الكبده او ميم طون لي فخيت هم يتقلاو لي فخيت نقطعوها رقيقه ماشي كيما دي فخيت عاديه شوف نقطعها فريمون رقيقه نحاول نديرها لو ميم كاليبر كيما الفلفل فوالا هكذا لي فخيت تقطعوها هكذا شويه رقيقه فوالا تري بيان دونك هادي اكله يمنيه شفت وي. بيان تاعهم يعني معروفين بها هما معروفين بها اسمها كبده شيباني